مساء الخير يا هاني، مساء الفل، ايه الاخبار؟ نهائي اللي بتتكلم عليه حلو. وتشيلسي مانشستر سيتي هيكسب منافس ايوه افضل لريال مدريد من باريس سان جيرمان اعتقد، يعني بالنسبه لتشيلسي طبعا مش بالنسبه لريال مدريد. ما انتوا يعني مندي خف، فالفيردي خف، مارسيلو ست عجوزة راحت قالت له ما تقلقش يا ابني سافر وانا هكمل مكانك في الانتخابات، ناقص لكم مفيش حاجة، خلاص راموس رجع، عايز ايه تاني؟ وانتوا ابطال اوروبا يعني، ومش تفرقش معاكم من ستامفورد بريدج من دي ستيفان ولا في المقابل بقى كان لعيب اتصاب من ريال مدريد. كوفازيتش يعني نص ملعب اتضرب. يا ده حاجه صعبه جدا. بص ازيك يا هو امير؟ الحقيقه ازيك يعني عامل ايه؟ تمام الحمد لله. بص طبعا انت بتحاول تلعب معايا نفس اللعبه اللي انا بلعبها ايوه وبنفس الطريقه بتحاول ان انت تاخد مني بونت، بس الموضوع صعب جدا عليك، محتاج كذا سنه علشان لانك عندك خبرات في الطريقه دي، خدت بيها 4 دوري ابطال اوروبا في اخر 5 سنين ولا؟ شايف ازاي ماتش بكره بعد تعادل 1-1 امير؟ هيبقى ماتش حلو جدا، حقيقي هيبقى ماتش حلو جدا. ان كتيره الماتش الاول بالنسبه لها كان مفاجئ، لان توقعوا ان الفرقتين في الظروف الصعبه اللي بيمروا بيها، لان تشيلسي مش متعود على المشاركه في الادوار دي، اللي انا بتكلم طبعا عن الجيل الجديد، الجيل اللي توج بدوري ابطال اوروبا، بس بتكلم عن ان تشيلسي ابتدى الموسم في ظروف صعبه مع لامبرد، بعد كده جاء توخيل الفريق اتحسن، بس ما حدش كان متوقع ان هو يوصل للمرحله دي من دوري الابطال. في المقابل ريال مدريد بخبراته وتاريخه الكبير، لكن عنده صعبه متمثله في الاسقاط، فناس كتير توقعت ان هيبقى ماتش ممل. ايوه ريال مدريد خصوصا ان في الفتره اللي فاتت مع الاجهاد ريال مدريد مش بيقدم كره حلوه، على قد ما بيحاول ان هو يعتمد على الاستحواذ على الكره، وان هو يحاول ان هو يخطف جول او اتنين يحسن بيهم الماتشات، ما بتلاقيش الماتشات بتخلص بفارق كبير، لان في ملامح فنيه كتيره جدا في ريال مدريد بسبب الغيابات والنقص العدد الكبير في صفوف الفريق. لكن المباراه كانت مفاجاه، لان المباراه كانت ممتعه، المباراه كانت حلوه. انا بشوف الفريقين كمان قريبين جدا من بعض قوي يا هاني أي في الفكر، يعني بعيدا عن ان زيدان اعتمد في الماتش اللي فات على ثلاثي في خط الدفاع زي بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها تشيلسي، فالناس حسيت ان الفرقتين متقاربين شويه، لكن كمان الفرقتين عندهم لعيبه كويسه جدا في خط الوسط قادره ان هي تعمل استحواذ على الكره، الفرقتين بيقدروا ان هم يستحوذوا على الكره فترات طويله ما بين اقدام اللاعبين بسبب وجود لاعبين مميزه جدا في التمرير، فده بيصنع خطوره كبيره. يعني شفنا مثلا روديجر على سبيل المثال ايوه ازاي بيصنع هو الهدف، صح ودي كانت حاجه مفاجاه لناس كتير. روديجر عمل ماتش كبير بالمناسبه، يعني ماتش صح روديجر الحقيقه كان من هو عامل موسم المباراه كبير الحقيقه، انا بنتقده كتير بقالي موسمين، لكن الموسم السنه دي من احسن مواسمه، بل هو من احسن لعيبه تشيلسي الموسم ده يعني. جدا الحقيقه. يعني في المقابل ريال مدريد اللي كان منتشي بعوده داني كارباخال، اتفاجئ داني كارباخال عمل شوط اسوأ ما يمكن، وتشيلسي استغل ده كويس لحد ايوه ما كارباخال جددت اصابته وخرج، فبقى ريال مدريد مفتقد لوكاس فاسكيز. يعني انت متخيل لوكاس فاسكيز اللي كان بيتعرض للسخريه، وليه زيدان بيعتمد عليه هو بس، وليه دايما اول تغيير زيدان بيفكر فيه دلوقتي مفتقداه، وشايفين ان في غيابه الباك اليمين ده بقى حاجه صعبه جدا على ريال مدريد. الحقيقه ان ماتش بكره ايوه هيبقى اكثر صعوبه، لان مفيش كارباخال على الجانب اليمين، مفيش فاران اللي تعرض لاصابه، راموس صحيح ولا راموس جاهز بنسبه 100%؟ ده احنا ما نعرفوش، وهل تمام لما هيشارك اساسي هل هيظهر بنفس المستوى اللي احنا عارفينه عن راموس؟ ده برضو احنا ما نعرفوش، فعلشان كده اعتقد ان ميليتاو وناتشو هيكونوا الاقرب لتفكير زيدان. لو بعد كده راموس هيبقى الاختيار الثالث بالنسبه لي، تمام وعوده ميندي طبعا مهمه جدا، لان لو زيدان فكر في انه يلعب ثلاثه ورا ممكن يشرك ميندي كمدافع ثالث، يمكن ايوه حتى كمان مش كظهير ايضا. تمام. طيب سؤالين سريعين اخيرين، يعني هازارد لعب بديل في ماتش الذهاب، لعب 70 دقيقه تقريبا في ماتش اوساسونا، هل تتوقع يبدا بكره اساسي في عودته لملعب ستامفورد بريدج اللي هو احد اساطيره؟ اعتقد بشكل كبير هذا اساسي، وده هيبدا بناء اساسي. على كل ده بناء تمام على كل اللي جاي. تمام طيب دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، النهاردة مانشستر سيتي بيروح للنهائي لأول مرة في تاريخه عشان يستنى بقى في اسطنبول يوم 28 الكسبان بكرة أو المتأهل، شفت إزاي تأهلهم على حساب الوصيف باريس سان جيرمان؟ الحقيقة إن باريس سان جيرمان كان عنده مشكلة
جدا النهارده ودايما عنده مشاكل دفاعيه، بس المشاكل الهجوميه بتصبح لان الفريق تحوذ كتير جدا على الكوره، وفي الاخر خالص بتبص تلاقي دي ماريا بيختار التسديد بدل ان هو لعيب متمركز بشكل كويس في منطقه الجزاء. بتلاقي نيمار بيقدر بمهارته الكبيره ان هو يوصل بالكره لحد حدود منطقه الجزاء، فبدل ما يمرر لايكاردي اللي من غير اي رقابه تماما بيقرر ان هو يشوط في روبن دياز. فالحقيقه ان باريس سان جيرمان فرقه مليانه نجوم ومش فرقه، يعني هي مشكلتهم النهارده فعليا ان كانوا مستحوذين على الكره، كانوا بيوصلوا كتير. مانشستر سيتي مرتين سجل في المرتين عن طريق رياض محرز، وبعد طرد دي ماريا خلاص مانشستر سيتي بقى الماتش سهل بالنسبه له، فابتدى يعمل تسجيلات هجوميه ويسيطر هو على الكوره ويهاجم هو اكتر، وباريس سان جيرمان هو اللي يعتمد على المرتدات. فالحقيقه باريس سان جيرمان انا دايما بشوف ان عندهم مشكله كبيره جدا في فكره ان النجوم دي كلها يبقى في مدرب قاعد على الخط يقدر يحولهم لفرقه تقدر ان هي تكسب في اي وقت وتكسب اي منافس، خصوصا ان بعد ما سبعوا برشلونه واكثر البعبع بتاع كل الفرق، ناس كتير توقعت ان جدا بالنسبه لهم يوصلوا اللي كان. بشكرك جدا امير عبد الحليم، كنت وحشني جدا، مبسوط ان انا سمعت صوتك، وان شاء الله نلتقي بعد شهر رمضان الكريم.